تلاوت کلام مجید کے لیے تشریف لاتے ہیں استاذ القراء جناب حضرت مولانا قاری عطا الرحمن عابد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی مدرس شعبہ تجوید و قرات انشاءاللہ آپ کے سامنے بڑی شاندار اور جاندار تلاوت کلام مجید فرمائیں گے محترم جناب قاری عطا الرحمن عابد صاحب. قاری صاحب علیل بھی تھے لیکن الحمدللہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا كان لكم جزاء مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة إن هؤلاء يحبون العاجلة إن
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن بسم الله الرحمن الرحيم
فالموريات قدحا والعاديات قبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به الإنسان لربه لكنود. اللهم بارك فيه. إن الإنسان لربه كنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما شاء الله اللهم زد فزد اللهم بارك فيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی عطا سے قاری عطا الرحمن صاحب نے کلام رحمان پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے زور بیان میں، تلاوت میں، لحون میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔